بالنسبه لمباراه النهارده، مباراه مهمه، انت بتلعب بره ملعبك مع فريق محترم، فريق سبورتنج عنده نقص، في عنده اصابات زي ما كان عندنا في الاول، ده كان قلقني النهارده الاصابات اللي عندهم، ان انا اللعيب عندنا ممكن مهما تحفزها ان هو متخيل ان هو يكسب في اي وقت، دي كانت الازمه الحقيقيه بالنسبه لي. والجيم فعلا كان مأزم اول شوطين، وبعدين من الكوارتر الثالث بدانا نفرق، او بدانا نلعب اللعب بتاعنا، او بداوا يلعبوا باهتمام او بشخصيه النادي الاهلي ان هو عايز يكسب المباراه. كان مهم لينا، انت بتلعب على اول، عايز تاخد اول مجموعه، عايز تطلع الدور الاولاني ده بدون هزيمه، عندك مباراتين مهمين قوي اللي جايين، عايز تطلع بدون اصابات او بدون اجهاد، لان انت عندك يوم 8/2 عندك دور 16 في بطوله افريقيا عندنا في النادي، فانت عايز تريح لعيبه، ما يبقاش في اجهاد على اللعيبه في الماتشات، وعايز تبعد عن الاصابات، حاجات كتير بيبقى الموضوع معادلته صعبه جدا. فالحمد لله رب العالمين النهارده كسبنا، قدرنا نكسب بال 12 لعيب وبدون الحمد لله بدون اصابه. دوري السنه دي 8 فرق مميزين جدا، وكل فرقه اتقل من الثانيه، وفي وسط بقى زحمه الماتشات دي احنا عندنا 3 ماتشات تقال جدا على ملعبنا، دور ال 16 بطوله افريقيا جايين، يعني احنا اخر ماتش يوم 2 في الشهر مع الاتحاد ملعبنا، يوم 8 البطوله على ملعبنا، 6 ايام فتره مش كافيه جدا، بس احنا بنحاول نعمل كجهاز فني، بنحاول نعمل روتيشن في اللعيبه، ان احنا كل جيم بنطلع. الحمد لله المصابين، احنا ال 15 لعيب اللي في القايمه بتاعتنا الحمد لله كل المصابين رجعوا الملعب، مفيش حد، اخرهم ابو النص اصابه خفيفه كده جات له الجيم اللي فات وكان يقدر يلعب النهارده، بس احنا اتعمدنا نريحهم عشان يبقى جاهز للي جاي. فان شاء الله يا رب نكمل الماتشين اللي جايين على خير من غير اصابات، ونقدر ربنا يوفقنا في موضوع الروتيشن اللي بنعمله، بحيث نوصل لاعلى فورم ان شاء الله على تصفيات افريقيا، مش تصفيات 16، دول 16 افريقيا اللي في ملعبنا يوم 8. وهي مش عايز اقول هي البطوله الاهم، بس برضو الدوري مهم، هم المشكله ان هم جايين مع بعض، فربنا يقدرنا ويبعد عننا الاصابات ونقدر نوفق بين البطولتين ان شاء الله. طبعا نادي سبورتنج نادي كبير، طبعا هو واخد الدوري السنه اللي فاتت، فهو فرقه كبيره طبعا، مباراه طول عمرنا دي الملعب ده ماتش بيبقى صعب في الاول، هو ملعبهم برضو هم حافظينه اكتر مننا، فطبيعي في الاول كده بيبقى برضو عقبال انت ما تاخد على الملعب وعلى ارضيه الملعب بيبقى بتاخد شويه وقت يعني، بس الحمد لله في الاخر كده على الكوارتر الثالث على اخره كده والرابع الحمد لله قدرنا نفرق يعني بالسكور، والحمد لله على المكسب، مكسب مهم طبعا في وقت مهم جدا، كل مكسب بيجيب مكسب، انت عارف المكسب ده بيجيب ثقه اكتر، فاحنا يعني ان شاء الله باذن الله عايزين اول دور كده ناخد 7 من 7 يحطنا كده ان شاء الله باذن الله في المركز الاول، تفرق معانا جدا بعد كده في دور الاربعه او دور الثمانيه كمان، فيعني باذن الله واحده واحده كده خطوه خطوه باذن الله ونحقق ان احنا نطلع اول في الدور ده ان شاء الله. طبعا النهارده كان ماتش مهم جدا يعني، لان احنا عايزين ناخد اول، تبقى الطريق بتاعنا هيبقى اسهل شويه في للنهائي. فوز النهارده ادينا دفعه ثانيه ان احنا يعني بنبتدي نستعيد الثقه ثاني، ونبتدي ان الناس تجيب نفسها. انا كنت مصاب النهارده لعبت، ويعني الحمد لله يعني بدانا ناخد ثقه شويه الحمد لله. بطوله افريقيا طبعا انت زي ما بتقول المجموعه الاولانيه كمان 3 ماتشات بس وعلى ارضك، فلا مش حمل زياده قوي، احنا مستعدين جدا يعني للبطوله ومركزين فيها جدا، وربنا يسهل يعني مع جمهور، مع دعم الناس والجمهور وكده، لا الموضوع هيبقى ان شاء الله كويس. فرقه سبورتنج على ملعبها طبعا بتبقى قويه، اي فرقه بتبقى على ملعبها بتبقى في يعني قوتها بتزيد، فطبعا الماتش مش هيبتدي من الاول سهل، لازم هيبقى فيه يعني شد وجذب كده، ويبقى الماتش ايكوال في الاول. كابتن طارق الحمد لله النهارده عمل روتيشن حلو، الفرقه كلها 12 لعيب لعبوا، 11 لعبوا، كله لعب بتقريبا اوقات متساويه، ادى فترات راحه كويسه للعيبه. هي احنا عشان احنا الفرقه مستواها الريتم بتاعنا ثابت طول ال 40 دقيقه، اول ما الفرقه اللي قصادنا بتقل شويه احنا بنعلى، يعني مش مساله مين لاعب او مين بره مين دخل يعني يلعب او كده، هي مساله ان احنا ماشيين بريتم كويس، مستوانا ثابت في الماتش، فاول ما الفرقه اللي قصادنا بتقل شويه بنبتدي احنا نطلع يعني الحمد لله. ربنا يكملها يعني ان شاء الله باذن الله على خير ان شاء الله باذن الله.